حدثنا فروه حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي قال كل ذاك ياتيني الملك احيانا في مثل صلصله الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو اشده علي ويتمثل لي الملك احيانا رجلا فيكلمني فاعي ما يقول